حضراتكم اكيد انا وكريم، واول فقره حواريه وهنتكلم فيها بقى عن القادم في النادي الاهلي او للنادي الاهلي طبعا، اللي بدا بموسم يعني جديد وبدايه كانت قويه الى حد كبير. لو بتتكلم على صعيد طبعا كل المسابقات المحليه بالدوري والكاس، وكمان هنقدر نقول في دوري ابطال افريقيا. الاهلي والتحديات الفتره اللي جايه محليا وقاريا، وطبعا هنتكلم بالتفاصيل بقى عن مباراه اليوم بين الاهلي والاسماعيلي، كل ده مع كابتن عادل تعيمه طبعا النجم المنور، نجم الاهلي السابق. صباح الهنا. صباح الخير يا فندم. منور الدنيا كابتن عادل، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. اعتقد حضرتك يعني سعيد باللي تابعته مع النادي الاهلي الفتره الاخيره وسيناريو الثلاثيات والرباعيات في كل الماتشات اللي خضناها حتى هذه اللحظه، رايك ايه في الصوره والشكل العام اللي ظهر بيه النادي الاهلي مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا بقالنا 10 سنين او اكثر النادي الاهلي دايما المواسم دايما هتبص تلاقيها متصل مع بعض، ما بياخدوش فتره اعداد ودايما ما فيش اجازات. طب. فالاول مره بعد 5 بطولات من 5 بناخد 20 يوم اجازه، ودي اعجاز يعني. طبعا. ما حصلتش بقالنا مده كبيره جدا، اللعيبه ما اخدتش والجهاز الفني ما خدش الاجازه ال 20 يوم. بس في نقطه تانية، في برضو لبعض الناس مش واخدين بالهم منها، ان فتره الاعداد بتاعتنا ما اتعملتش. يعني الاهلي سافر يوم 28 ويوم 4 13 او 14 لاعب من المنتخب القومي ثم المنتخب الاولمبي راحوا مع المنتخبات، الى جانب طبعا لعيبه الاجانب اللي كل واحد سافر منتخب. لما الراجل يعمل ماتش ودي ما عملش غير ماتش ودي واحد، ثم لما رجع لعب مع الطلائع. لكن في كل الاحوال الاجازه ال 20 يوم الى جانب الفتره ديت، ان احنا فتره الاعداد المفروض تبقى مينيمم 3 اسابيع او 4 اسابيع. ما عملش الكلام ده. في اوروبا كل فتره الاعداد بتبقى تقريبا شهر، فالراجل اخذ يا دوبك ايام قليله جدا. الماتشات الوديه اللي هي بتعمل اللعيب او اللي هي بتبقى الماتشات اللي هي بتجهزه علشان يبقى فت في الماتشات، الكلام ده هو الراجل بيستغله في الماتشات الرسميه. تخيل يعني المفروض في الماتشات اللي هي اعداد للدوري الراجل بياخدها رسمي. ايوه. فحصل بقى ان احنا لعبنا المصري ثم 2 سان جورج و الماتش اللي فات مع ام بي في الكاس. فبيستغل الماتشات ديت في عمليه تجهيز اللاعبين كفتره اعداد ومباريات متدرجه. بس واضح ان التجهيز تم على اكمل وجه بدليل النتيجه اللي احنا شفناها. ما هو النتيجه لان الراجل برضو لازم تفهم ان الراجل بيشتغل علمي. هتبص تلاقي عمليه التدوير اللي هو بيعملها مش عشان اللعيبه مجهده. لا، ده هو بيعمل اعداد للعيبه علشان ياخدوا الماتشات، كل واحد ياخد جرعه معينه من التدريب من الماتشات علشان يجهزه لما هو قادم. انما ما فيش لعيبه مجهده ولا حاجه، لانك انت في الفتره ديت انت بتعمل ماتشات علشان الماتشات الرسميه انت بتستغلها انك انت تجهز كل اللعيبه بحيث ان هم كلهم يبقى 8.5 من 10 كلياقه بدنيه ولياقه فنيه. فالفتره دي طبعا بيستغلها استغلال جيد جدا، وربنا سبحانه وتعالى بيوفق ان انت في الفتره ديت ربنا بيوفقك جدا انك انت في عمليات الاختيارات في التشكيل الاصابات بقت اقل جدا من كل المواسم اللي قبل كده نتيجه عمليه التدوير اللي الراجل بيعملها. مش بيعملها بالعين المجرده، ده بيعملها الراجل بتاع الاحمال، الجهاز اللي طبعا شغال معاه بالاحمال اللي هم بياخدوها. كل لاعب ليه قياسات معينه سواء من حيث قوه العضله من الجهاز التنفسي، وهتبص تلاقي ورا اللعيب في جهاز كده محطوط في الفانيلا في الماتشات، تلاقي علي معلول في ورا كده حاجه جهاز كده علشان نبضات القلب وعلى الاكسجين اللي في الدم وقوات العضلات. قياسات دي يعني كلها قياسات، فيبقى عارف ان انا علي معلول النهارده هريحه الماتش اللي فات لما لعب ديبيسي، كريم الديبيسي لما لعبه وريح علي وهكذا. هتبص تلاقي حسين الشحات بياخد فترات، عبد القادر بياخد فترات، بيرسي تاو بياخد فترات، امام عاشور بياخد فترات، كل واحد بياخد فترات معينه بحيث ان هم يبقوا جاهزين للفتره اللي جايه ان شاء الله.